ونبقى في الخرطوم حيث ينضم إلينا عبر سكايب مراسل الغد محي الدين جبريل. محي الدين، ضعنا في الأوضاع لديك هناك في الخرطوم. در الخرطوم الآن ربما تشهد هدوء كافة المناطق حتى المدن التي شهدت تظاهرات يوم أمس من بينها مدينة المدني تشهد هدوء تام في هذا الصباح، ولكن هنا في الخرطوم حي بري العريق شرقي الخرطوم وهو واحد من المناطق الثلاث التي كانت قد دعت تجمع نقابة المهنيين وأحزاب المعارضة للتظاهر فيه. هذا الحي شهد تظاهرات يوم أمس بدأت منذ الواحدة ظهرا واستمرت حتى وقت متأخر من الليل، ربما هي التظاهرة الأكثر على الأقل صمودا أمام الإجراءات الأمنية المشددة، استمرت لوقت طويل جدا رغم القوة التي استخدمت في مواجهة المحتجين إطلاق الغاز المسيل للدموع. المتحدث باسم المؤتمر الوطني الحاكم قبل قليل قال إن شابا أصيب بطلق ناري في تظاهرات بري يوم أمس، وقال إنه أحد أعضاء الحزب الحاكم في المنطقة وتم إجراء عملية جراحية له. در لعله من الملاحظ في تظاهرات الأمس ربما قلت فيها الإصابات بدرجة كبيرة على عكس التظاهرات الماضية التي كانت تسيل فيها دماء كثيرة بين إصابات وقتلى. الحكومة قالت إنهم بلغوا 19 قتيلا، بينما تقول المعارضة إنهم وصلوا إلى حوالي 40 قتيلا. بصورة عامة يوم أمس الإجراءات الأمنية رغم حالة الاعتقالات الكبيرة التي تمت خاصة في منطقة وسط الخرطوم، ولكن الإجراءات الأمنية ربما هي أقل بدرجة نسبية من الإجراءات السابقة، أيضا استخدام العنف المفرط الذي يريق الدماء ربما هو كان أقل نسبيا، رغم أن شهود عيان سمعوا أصوات إطلاق نار في أكثر من موقع خلال تظاهرات يوم أمس في الخرطوم وهو المدني. نعم، جزيل الشكر لك محي الدين جبريل مراسل الغد، طبعا سنتابع معك كل جديد خلال نشرتنا القادمة. مراسل الغد، كنت معنا عبر سكايب من الخرطوم.